كل شيء تحب تعرفه عن معادلة الشهادة الأمريكية اللي هي USMLE. راح نلتقي مع دكتور زياد، هو ساكن في أمريكا، كان عبر الامتحان. راح نسأله عن كل شيء خص هذه المعادلة الشهادة الأمريكية، من التكاليف، من السكن والعيش في أمريكا، من الامتحان والاختبار والتجارب اللي مر بيها والمحن والصعوبات وكل هاي الأمور راح نتكلم بيها. فتابع الفيديو وإن شاء الله أكيد راح تستفيد. السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. معكم أخوكم محمد طال من قناة تكنوميت. بهذا الفيديو راح نتكلم مع دكتور زياد، هو ساكن في أمريكا، راح يتكلمنا عن كل شيء خاص معادلة الشهادة الأمريكية اللي هي USMLE. فتابعوا الفيديو ولا تقدمون بالخطوات حتى تفتهمون كل شيء خاص هذا الموضوع معادلة الشهادة. وأيضا راح تشوف التايم لاين مال اليوتيوب مقسم على الأجزاء أو البارتات اللي إحنا راح نتكلم عنها. فيلا راح نلتقي مع دكتور زياد ويلا بينا نبدأ. السلام عليكم، شلونك دكتور زياد؟ ان شاء الله بخير. حبيبي محمد بخير الحمد لله، انت شلونك؟ الحمد لله. طبعا اشكرك على قبول الدعوة، وان شاء الله يكون هذا الفيديو مثمر ومفيد للطلاب ومفيد لكل من يبحث عن معادلة الشهادة الامريكية، واتمنى لكل من يتابع انه يستفاد من هذا الشيء. فشكرا جزيلا لقبولك الدعوة. ماكو داعي، شكر هذا واجب، وان شاء الله يكون مثمر ويكون كله في مصلحة الجميع ان شاء الله. الله يعافيك، تسلم على هذا الشيء. دكتور، بالبداية اكو عدة نقاط الحقيقة انا مسلسلة ومرتبة، فراح نبدي بعدة نقاط. بالبداية يعني لازم تعرف اللي تابعك اسمك، عمرك، ومن اي كلية متخرج. اوكي، اسمي زياد رافع، خريج كلية طب اربيل، وعمري 25 سنة. نعم. دكتور، خلي اسألك سؤال الحقيقة، اللي هو ليش اختاريت انه تعادل الشهادة في امريكا، ما مثلا اختاريت في كندا، في بريطانيا، واختاريت بالتحديد يعني انه تعادل الشهادة الامريكية اللي هي USMLE، واللي تعتبر يعني من اصعب الامتحانات وبيها يعني 3 ستيبس وشوية يعني مكالي يعني تكاليف وكذا، فليش اختاريت بالتحديد انه يعني كامريكا؟ خوش سؤال هذا، بس يمكن انا مو احسن انسان يجاوبك عليه، ولو راح اجاوبك بالفعل هذا الامتحان هو معروف عالميا انه هو اصعب امتحان معادلة طبية، هو الامتحان رقم واحد من اكثر من كل الدول، يعني اصعب من بريطانيا، اصعب من استراليا، اصعب من السويد، اصعب من كل الدول البقية. بس ليش انا اخترت امريكا؟ السبب دا اقول لك يمكن انا مو احسن انسان يجاوبك، لانه انا اهلي كانوا هوني وصار عندنا معاملة انه نطلع لامريكا لانه اهلي كانوا هوني، فطلعت لهالسبب ولهالسبب اختاريت امريكا. يعني انا ما كان اختيار مسبق مثلا مبني على، خلينا نقول مبني على اسباب معينه انه انا اختاريت امريكا، بس سبب بسيط لانه اهلي كانوا هوني، جيت هوني ما ردت اروح غير مكان. صح المكان صعب بس يستاهل. صح اكيد، يعني خلينا نقول يعني كسبب شخصي، يعني ما مثلا انت لو مثلا اهلك ما موجودين كان ممكن تفكر بغير دوله، بس لان يعني اهلك كانوا موجودين ولهذا فكرت انه طلع على امريكا وده معادلة الشهادة الامريكية. ممكن نقدر نقول هالشكل، بس اريد اضيف شيء واحد مهم، انه اي انسان عنده الفرصة لانه يختار بين امريكا ودولة ثانية لا يفكر، امريكا رقم واحد. خوش. زين دكتور، السؤال اللي الحقيقة يعني هم مثبته يهم، اللي هي آلية التقديم لمعادلة الشهادة الامريكية اللي هي USMLE، وهل اعترفوا بشهادتك لو لا؟ واحكي لنا عن سوالف الاعتراف اللي حاليا ب 2023 راح تصير وكذا، وراح تصير معايير جديدة، فاحكي لنا على آلية التقديم بالتحديد، يعني شلون قدمت انت يعني كخطوة البداية. خطوة البداية طبعا انا كان عندي اخوي قبلي هو اللي سوى الامتحان، ولان هو اللي سوى الامتحان فكان ساعدني بالتقديم. بس اي انسان يريد يقدم موجود خطوات على اليوتيوب، يفتح اليوتيوب انه شلون يقدم. بس ببساطة اكو منظمة اسمها الـ ECFMG اللي هي مسؤولة عن هاي الامور، مسؤولة عن اي طبيب جاي للولايات المتحدة من خارج البلد، او طبيب حتى لو هو امريكي بس درس في خارج البلد يحتاج يقدم عن طريق هاي المنظمة. هاي المنظمة هي اللي مسؤولة عن هذا التقديم. عندهم موقع على الانترنت، تبدي خطوات وحده وحده وياهم. هم عندهم عده جامعات معترف بها، يمم من تسجل انت راح تشوف جامعتك معترف بها او لا من تسوي البروفايل. هاي نقطه. بالنسبه لجامعتي، انا جامعتي كان موجودي معترف بها ومعترف بشهادتي، وتقريبا انا من كنت دا اسجل تقريبا اغلب الجامعات العراقيه معترف بها، الجامعات الكبار
نقدر نقول الجامعات الكبيرة المعروفة مثلا طب بغداد، طب موصل، الكليات خلينا نقول مو الأهليات إذا كان أكو أهلي أو ما أعرف شنو، صير أسمع بالأيام الجديدة أسماء جامعات ما سمع بيها بحياتي. ياهو الجادة يسوي لكلية الطب صراحة، بس الكليات الكبيرة المعروفة أعتقد كلها معترف بيها. بالنسبة لل 2023 طبعا بسبب الكورونا فيروس صارت لل 2024، التغيير شنو اللي راح يكون؟ أكو فد منظمة جديدة هي اسمها World Federation فد شيء ما أتذكر. هاي المنظمة هي تقيم معايير الكلية، مثلا طريقة التدريس، مثلا عدة معايير. أولا مثلا البناية، شلون البناية، شنو الأشياء المتوفرة بالكلية حتى أنه الطالب يكون على النظام السيستم الأمريكي، لولا مثلا السيمينارات وما سيمينارات وما أعرف إيش، عدة أمور عدة نقاط هم عندهم حسب معايير تشوف أنت كليتك راح تنطبق ضمن هاي المعايير أو لا. إلى حد اللحظة، إلى حد اللحظة العراق مو جزء من هاي المنظمة، بس استل عندنا بعد لل 2024 الوزارة والكليات والحكومة لازم تهتم بهالطريقة، لأنه أغلب الجامعات الراقية يكون معترف بها بهذه المنظمة. يعني أكو الكليات، أنا أعرف كليتي بأربيل دي يحاولون يشتغلون على الموضوع، بس تعرف الأزمة المالية اللي موجودة، تعرف الوضع العام بالبلد يمكن قيحدد من شغلهم. بس اتمنى للموفقيه، واتمنى انه ما ياثر هالشيء عليهم ولا على اي كليه عراقيه اخرى. ان شاء الله احنا نتمنى انه نعمل بالخطوات مال المعايير مال الاعتماديه وكذا، حتى احنا من نصل مثل ما قلت 2023 او بالاحرى 2024 بسبب فيروس كورونا، فاحنا مطبقين كل الشروط وكل الشغلات اللي تنطبق حول المعايير الاساسيه، وان شاء الله نتمنى هذا الشيء حتى تكون يعني فرصه لنا بالقبول اكثر. وايضا يعني هذا الشيء راح ينعكس سلبا على الدكاتره وعلى كل من متخرج من هاي الجامعات، فان شاء الله احنا نشتغل على نفسنا كجامعات وكذا، وان شاء الله يعني نتمنى انه يعني ندخل ضمن هاي المعايير الاساسيه. اريد اضيف شيء قبل هذا، هم يعني نقطه نعم. مهمه انه حسب اللي اعرفه حسب القوانين اللي طبعا المشكله القوانين كل يوم تتغير، كل يوم قانون شكل. انا طبعا هسه عندي نفس المشاكل انه كل يوم اوراقي يوم ترفض يوم تنقبل بسبب الفيروس وبسبب الخربطه اللي دا تصير بكل العالم. بس النقطه اللي ردت اضيفها انه حسب قوانين الى هاي اللحظه يقول لك اذا في حاله سجلت على امتحان او سجلت بالاي سي اف ام جي على امتحان او امتحنت، خلينا نقول اول امتحان قبل 2024، حتى لو جامعتك ورا 2024 طلعت من الاعتراف، انت راح يظل معترف بشهادتك. والسبب انه انت اخذت اول امتحان قبل 2024 من كانت جامعتك معترف فيها. فهذه نقطة كلش مهمة للطلاب، انه اللي عنده نية انه ياخذ الامتحان او اللي عنده نية انه يطلع لامريكا يشتغل على هذا الامتحان. خوش كلش ممتاز، يعني نقطة ملاحظة كلش مهمة. زين دكتور، بالنسبة للتكاليف خلينا نقول تكاليف اول ستيب او الستيبات اللي يعني كمجموع خلينا نقول مع تكاليف خلينا نقول السفر والفيزا وهاي المعاملة تقريبا يعني كحدود ايش قد تكلف يعني؟ هذا ثاني سؤال اللي هم انا ما راح اقدر اجاوبك عليه بوضوح، للسبب البسيط انه انا عايش ويا اهلي، نفس السبب انه انا جيت هون هم اهلي موجودين، فراح تكون التكاليف علي مختلفة. لكن بشكل عام اعتقد كل امتحان تقريبا يكلف بحدود $900 او $1000. التقديم على الشغل راح يكلف بحدود $5000 الى $10000 حسب يعني حسب انت ايش قد راح تقدم. فبالمجموع اذا نريد نجمع يعني ممكن 3 أو 4 ستيبات راح يكونون، انت عندك الستيب 2 بين امتحانين عملي ونظري، الامتحانات راح تكلفك ما يقارب ال $4000، والتقديم على الشغل يكلفك بين $5000 to $8000 to $10000، يعني معدل هو $7000 الكل يقدم. هسه اني ماكو سفر حتى تسوي مقابلات، فهاي تكلفه اقل لانه المقابلات كلها اونلاين، لكن بالمستقبل راح يكون سفر ومقابلات مثل الطبيعي، فتكلفه المقابلات ايضا تنحسب عليك. لا تنسى انه انت راح تاخذ طياره لفلان ولايه تقابل، تاخذ طياره لفلان ولايه، فالتكاليف هي يعني تعبر الدفتر صراحه. بس ارجع واقول صحيح تكاليفه كثيره، بس يوم اللي راح تشتغل تعوض هذه بفتره جدا بسيطه.
حلو زين دكتور، سؤال ولو خارج الموضوع، خلينا نقول يعني الطبيب اذا خلينا نقول تعين في مستشفى، خلينا نقول بعد يعني هذا الجهد وهذا التعب في امريكا او مثلا بحد ولايات امريكا، يعني تقريبا ايش قد المينيمم مال الراتب اللي راح يدفعوه هاي المستشفى ولو اغلبها اهليه، يعني خلينا نقول ايش قد المينيمم يعني الراتب اللي راح يدفعوه للطبيب كبدايه؟ خوش سؤال، خوش سؤال، هذا اللي راح يشجع كثير من الطلاب انه يطلعون. صراحة الكل المستشفيات كلها أهلية وليس أغلبها، كل المستشفيات أهلية، ولذلك أكو يو اس أملي، ولذلك هم يختارون حسب الدرجات الأعلى، لأنه كل واحد هو بزنس مالته، هو عنده مستشفى أهلية يريد، هو بزنس مالته يريد أحسن طبيب بهذا البزنس له حتى يمشي له البزنس، حتى يجيب له فلوس. فهم لهذا السبب تشوف أنه أنت درجاتك هي اللي راح تأثر أكثر شيء، ولذلك هو أنت تحس أنه هون المكان حلو، المنافسة حلوة، لأنه مو هذا ابن فلان ينقبل وابن فلان ما ينقبل مثل اللي عندنا. هوني تأخذ حسب استحقاقك، حسب تعبك. الراتب in general أنت أول ما راح تتعين تأخذ أول سنة بالتعيين 55,000 دولار، هو أقل راتب تكتبينه. هذا الراتب يستمر لمدة سنة، السنة الثانية يصير تقريبا 56-57، بس ينضاف إليها Moonlight اللي هي خفارة، على كل خفارة تسويها أنت بالليل تأخذ 1,000 دولار. إلك حق ما يقارب 3-6 خفارات بالشهر حسب. ومن بعده عندك السنة الثالثة نفس السنة الثانية، بس راتبك مثلا من 56 يصير 58 إضافة إلى الخفارات. انت وكفاءتك ايش قد تقدر تاخذ خفارات، اذا تريد فلوس اكو ناس تريد ترتاح، يعني كل انسان. فهي كجنرال 50,000 دولار، 55,000 دولار بالسنه. في حاله انه انت ريزيدنت، هاي 3 سنين اللي انت تحتاجها على مود الريزيدنسي، على مود تاخذ الاختصاص. ورا 3 سنين انت من الريزيدنسي راتبك راح يصير اخصائي، راتبك راح يكون مينيمم نقدر نقول يعني مينيمم 160,000 بالسنة، يعني حدود الدفتر، دفتر ونص بالشهر. حلو، هذا مينيمم، ليش ممتاز هذا مينيمم. هذا مينيمم، كل هذا مينيمم. هذا لا كلش ممتاز، يعني الامتحان يسوى والسفر يسوى، خلينا نقول يعني تقدر تعوض بوقت يعني قياسي، يعني تعوض الشهرات اللي صرفته. اوريدي قلت لك انت راح تصرف دفتر ونص، بس راح يتعوض باشهر قليله المبلغ هذا. فإذا أنت عندك ثقة بنفسك أنه أنت تقدر تعبر هاي الامتحانات وتقدر تصل أمريكا، يعني لا تفكر بالموضوع مثلا. أنا قلت لك هي المشكلة أنا بتحفيزي للطلاب أنه ليش أنه اختاروا أمريكا أو مو أمريكا، إذا عنده فيزا. الشخص اللي عنده فيزا حبيبي تعال هوني، لأنه هذا كله رح يعني بيقضون خلنا نقول 5 سنين يعني من حياتك، راح تنقلب حياتك كثير. بس لا تنسى اذا انت سنجل مثلا، واحد مثل حالتي، التاكس عليك راح يكون كلش كثير، اعتقد تقريبا يكون 33-40%، يعني مثلا اذا اخذ 5000 يجوز 2000-2500 طير تاكس، او اخذ 10000 مثلا 5000 من عند الطير تاكس. فهذه همينة تنحسب، يعني انه مرات تحس انه انت قد تظلم بي، انه بس يعني ان جنرال هي لخدمة البلد، يعني بالاخير مثلا انت التاكس اللي تدفعه راح يروح للبوليس، المنطقة مالتك راح تنحمي، يروح للمدارس، المنطقة مالك راح تكون مدارسها زينة، يروح للشوارع، المنطقة مالتك راح تكون شوارع مبلطة، ويروح يروح يروح الى عدة اشياء. يعني والنظام الامريكي بشكل عام هو هالشكل، يروح من ضمنه ايضا صحة للفقراء، للناس اللي ما عنده، يروح من ضمنه اكل للفقراء، للناس اللي ما عنده. خلينا نقول الحكومة انت هون تجبرك بالتاكس انه انت الغني يساعد الفقير، يعني هل هذا يعني الدولة تحاول انه ما يكون عنده فقراء؟ طبعا اكو هو فقراء، بس تشوف حتى الفقير عنده مثلا كارت يستلم بينه اكل، عنده صحة ببلاش، الدولة تحاول توفر من خلال انه الاغنياء اللي قيش دولة يخلوهم يدفعون. هذا الى حد هسه هو النظام، ما تعرف يعني حسب السياسة شلون يتغير النظام، بس هذا انجنرال لمدة سنين كان هذا النظام هوني، ولا احد الان هو هذا النظام. زين دكتور، السؤال المهم خلينا نقول هسه حاليا، اللي هو بالنسبه للمصادر اللي درست عليها واللي اعتمدت عليها بالدراسه، فسولف لنا عن هالموضوع. اوكي، المصادر هي عندك امتحانين مهمين بالبدايه تسويهم، اللي هو الستيب 1 والسي كي. للستيب 1 مصادر شويه قديمه، لانه انا سويت الامتحان بال 2016، يعني تقريبا قبل 4 سنين من هالشكل. يوم المصادر اللي استخدمتوها كانت كابلان للفيديوز والبوكس، most of the books مو كلتن، تقريبا استخدمتوها للبايوكيمستري، استخدمتوها للفيزيولوجي، استخدمتوها لل
I think anatomy, anatomy and genetics we call it biochemistry. البيهيفرال ساينس السايكايتري وهاي الاشياء هاي اللي استخدمتوها مثلا المايكروبيولوجي والفارماكولوجي والباثولوجي ما قريتهم. باثولوجي استخدمته باثوما فيديوز اللي انا I highly recommend them يعني. فارماكولوجي ومايكروبيولوجي بما انه هما مواد حفظية انت ما يحتاج تفتهمها كلش المادة يعني تقدر تفتهم شيء بسيط من عنده فما تحتاج لفيديو واحد يشرح لك تحتاج تحفظ المادة فدرستوها فقط على الفيرست ايد. فبالمجمل نقدر نقول كابلان البوكس والفيديوز وراها الفيرست ايد البوك هذا اهم شيء وسويته كابلان كيو بانك اسئلة وبعدين سويته فيرست ايد انذر راوند بعدين سويته يو وورلد اسئلة وبعدين هم انا سويته فيرست ايد وياسر الام بي ام اي هم سويته اكو شكل امتحانات اللي هي تقيم درجتك سويته واحد قبل اليو وورد واحد بعد اليو وورد حتى كنت اشوف انه انا وين بالضبط هل انا بالمكان بالسيف سايت خلينا نقول لانه اريد اوضح نقطة كلش مهمة امتحان يو اس ام ال اي صعوبته انه مو امتحان باس فيل مثل اغلب دول العالم اغلب دول العالم انت تحتاج فقط تنجح اما الامريكا تحتاج درجة عليا ليش إذا تتذكر قبل شوي حكيت لك إنه المستشفيات أغلبها أهلية مو أغلبها أهلية قلنا كلها أهلية المستشفى الأهلي يريد الشخص الكفو أنا جاي أنا دافع بزنس مشتري مستشفى دا أدفع عليه فلوس ودا أدفع راتب من أنا أدفع راتب مو مثل الحكومي أنا أدور ورا فلوسي دا أدور وين فلوسي أطيع فلهالسبب أنا أريد أحسن شخص يكون والشخص اللي يستحق أدفع له هذا المبلغ 50 و60 ألف أو 100 ألف أو 200 ألف فبهالحالة المستشفى تريد أحسن طبيب شلون راح تثبت منه أحسن طبيب راح تجيب الأطباء تخليهم يتنافسون مثلا رقم واحد على الدرجة إذا درجتها كلش عالية مثلا أنت أكو فتشي معدل يسمونه الميم معدل الدرجة خليه تقريبا هو 240 أو 235 حسب الامتحان ستيب 1 أعتقد 233 ستيب 2 244 المعدل هذا المعدل اللي الطلاب الامريكان وغير الامريكان يجيبونه معلومه كلش مهمه الطالب الامريكي المتخرج من مستشفى من جامعه امريكيه وهو امريكي جنسيه ايضا يسوي امتحان اليو اس ام ال اي لان التقديم على المستشفيات يعتمد على درجتك باليو اس ام ال اي بالاساس وبعدين عده اشياء ياخذوها بالحسبان مثلا سنوات التخرج يفضلون الطبيب within 3 years of graduation مثلا وراها الجنسيه يفضل الطبيب الامريكي عن الغير امريكي وراها مثلا هاي بدي احكي لك بالاهميه حكيت لك على الدرجه وعلى السنوات بعد مثلا وراها مثلا الشخص اللي ما يحتاج فيزا حتى يجي يعني هذا افضل من الشخص اللي يحتاج فيزا لكن بالمجمل أنا دا أحكي لك هذه المستشفيات الأعلى شيء إلى أن تنزل فأشوف المستشفيات الوسط ممكن تقبل بشخص جاي من خارج الولايات المتحدة بس عنده درجات زينة بس مثلا ما عنده فيزا يعني يأخذون أنه نقاط أنت فأنت تحاول شقد ما بيك تجمع نقاط جيدة research شقد عندك research publications هذا يفيدك بالتقديم أيضا يعني فأنت شقد تحاول تشتغل على CV مالك هو ايش قد راح يشغلك فهذا كله الحكي وين دارد اصل دارد اصل انه انت هذا الامتحان انت درجتك تقارن بمعدل الطلاب فلازم انت تقرا وتسوي شيء اكثر من اللي سوونه معدل الطلاب يعني هذه الفكره فالفكره انه انت تقرا الفيرست ايد اللي هو اهم شيء تقرا اليو وورد هاي الشغلتين كل الطلاب يسووها ايش ما راح تقرا مصدر اضافي مصدر إضافي راح يكون فائدة لك لكن لا تنوع بالمصادر يعني تأخذ first aid you would ضيف لفد واحد لا حاليا الأغلبية هم recommend للبورد and beyond أنا ما شايف الفيديوهات بس الأغلبية بأمريكا وبخارج أمريكا من الناس اللي أعرفها حتى هون كنت أروح المكاتب أشوف كثيرين يقرون على البورد and beyond وهسا أكو بورد and beyond for step 2 همينة كتاب أعتقد حتى فيديوهات اللي الكل كان عجب بيه الى درجه والكل ده يقرا عليه وده تساعد الكل فانا هذا اللي انصح بينه حاليا انه البورد اند بياند ويا الفيرست ايد ويا
ويا النيو وورد. بس لو تسألني قبل سنة ما كنت أسمع بالبورد أند بياند صراحة، فكنت أقول لك إنه الكابلان. هاي بالنسبة للمصادر، أتمنى الفكرة تكون كلها واضحة يعني. خوش دكتور، بس تعقيب زين، النيو وورد أكو ملاحظة مهمة يمكن أيضا سامعها، أنه أعتقد أنت استخدمت الأونلاين ما استخدمت الأوفلاين كيو وورد، صح ولا ما صح؟ صح صح تمام هذا الكلام. الأونلاين لازم النيو وورد يكون أونلاين، ولازم النيو وورد يكون راندم مو سبجكتوز، للسببين. الراندم راح ينطيك أنه تعرف شلون تربط المواضيع، يعني راح يجيب لك patient راح يحكي لك أنه مثلا اوكي مثلا هذا البيشنت عنده هايبرتنشن، الضغط مالته مثلا مدى يطيب بالادويه، انت هون اذا انت قيري فقط كارديولوجي يو ثينك اباوت اونلي هايبرتنشن، ولكن اذا انت قيري كل شيء كل المصادر الاخرى ممكن تفكر انه بعدين تكتشف انه هذا الشخص مثلا كان سمين. اوكي سمين يعني شنو؟ ممكن راح يكون obstructive sleep apnea which is يصير بالاسمان ويسوي hypertension، ممكن راح يكون كوشينج سيندروم. هذول الاثنين هم مو كارديولوجي من غير سيستم، ولكن اذا انت قيري فقط كارديولوجي وقت امتحن فقط كارديولوجي راح يجي لك hypertension، راح تعرف راح تفكر فقط بامور الكارديولوجي، ما راح تربط ويا غير مواضيع. فلذلك اليو وورد ينخذ راندوم ما ينخذ سبجكت وايز، هاي النقطه رقم واحد. النقطه رقم اثنين، اليو وورد ينخذ اونلاين مو اوفلاين، لانه اليو وورد ابديتد يوم باي يعني يوم بيوم هم يضيفون أسئلة جديدة. هاي الأسئلة الجديدة هي عبارة عن أسئلة جاء أفكار نفسها بالامتحان، مو تجي نفسها، هي تجي نفس الأفكار. مثلا موضوع هذا اليوم جاء بالامتحان، ورا كم يوم ينزل لك باليو مثلا موضوع. مثلا خلنا نقول أنا أتذكر في الستيب 2 قبل امتحاني بكم يوم انضاف موضوع الـ how you prevent the osteoporosis بالإلدرلي، شنو الدراجز الميديكيشنز اللي انت تنطيها على مود prevent the osteoporosis. هذا الموضوع ما كان موجود يمي خلنا نقول بالمواضيع اللي انا قريها، وما كان من المواضيع اللي انا مهتم بيها، في حين انه من نزل بلي وورد قبل 3 ايام من امتحاني كان معناته انه هو هذا موضوع هسه قيجي بالامتحانات اللي قتجي وهذا هسه مهم. فلذلك I recommend الاونلاين اكيد وراندوم يكون بالضبط. خوش زين دكتور، سؤال بالنسبه للخلينا نقول المقيم الدوري والمقيم الاقدم وكذا، زين هاي اذا مثلا داومه خلينا نقول بالعراق، هاي راح تنحسب له يعني خلينا نقول كسي في مالته يقوى اذا راح مثلا بها على امريكا لو يعني ما لها علاقه؟ تذكر النقاط اللي حكيت لك اياها، قلت لك years of graduation يباعون عليها. اذا انت within 3 years انت احسن من غيرك، اذا انت within 5 years انت احسن من غيرك، فانت كل سنه زايده بالعراق هي قد نقص من هالموضوع لك، يعني قد تخلي مكانك اقل لانه قد تصير ابعد على graduation. هم ما يعني امريكا ما تعترف باي طب باي مكان بالعالم، فراح تقول له انا طبيب بالعراق، يقول لك اوكي انا ما اعترف بك لان انا متاكد انت لا عندك جايد لاين براس الخيار ولا عندك مستشفى براس الخيار ولا تعرف تشتغل عدل، فتعال ايش قد مهم بيك من وقت حتى انا اسويك، لا تجيني انت عندك خلينا نقول يا مو شي فكر، انت جايني اخصائي من العراق، انت من بيني على جايد لاينز مع احترامي هو غلط بيني، احنا يعني غالبا احنا نشوفها بالمستشفيات بكل العراق انا شفته هذا الشيء، انه انت مثلا انت وي تريت سيمتوماتيك تريتمنت اونلي سيمتوماتيك تريتمنت، انت ما عندك ابسط شيء. اتذكر بمستشفيات قسم بالمكانات اللي انا داومت بيها داوم بيشنت دي كي اي DKA انه التريتمنت مال DKA يعتمد على الانايون جاب، انت مرات يكون الانسولين والجلوكوز نورمال كل شيء نورمال، يو ستوب انسولين اند ذن البيشنت يرجع لك ثاني يوم بريباوند DKA اور DKA فور انذر اتاك، هذا مو انذر اتاك، هذا الاتاك الاول هو اصلا مطب. ليش؟ لان انت لازم ما توقف الانسولين الى ان تشوف انه الانايون جاب الاسيدوسس بالانيون جاب انسد الانيون جاب والاسيدوسس انتهى، هونك يلا توقف هذا الانسولين وتحول على خلينا نقول حسب اللي كان ياخذه عاده يكون السبكوتينيوس. فهاي فكره بسيطه انه احنا باربيل اصلا ما كان عندنا، ومتاكد يعني اذا باربيل ماكو فبكل مستشفيات العراق ما راح يكون اكو، اتوقع خلينا نقول المستشفيات الحكوميه انه الاي بي جي ما يسوونه، ما اريد اقول كلتهم، اقول 80% من المستشفيات. فلذلك من انت تروح طبيب بمكان انت متعلم انه انت تعالج دي كي اي مو على جايد لاين مو على انيون جاب وما تسوي اي بي جي وتقول له انا اريد اجي اشتغل يمك،
هذا أبسط شيء. أنت ديك يجلس كل يوم تشوف لك patient ما يفضلك، يفضل لو أنت، وهو بالحقيقة أسهل إنه أنت تبني شيء على إنه تهدم شيء وترجع تبنيه، لأنه الشيء اللي مبنى أعوج صعب ينهدم وترجع تبني غيره. فهو للسهولة يفضل الشخص إنه يكون ما مداوم أصلاً بأي مكان، تعالني صغير وأنا أعلمك. بالضبط، يعني من البداية يعني يبني شيء صح. بالضبط، من البداية يبني شيء صح. بالضبط صح. نقطة مهمة ردت أشرحها، احنا ما عندنا هون في شيء اسمه مقيم ومقيم اقدم. انت هون تخلص الامتحانات مالتك تطب تختار فيلد. مثلا انا احب انترنال ميديسن، حختار انترنال ميديسن. انا اداوم 3 years residency بالانترنال ميديسن وذاتس ات، انا اصير اخصائي بالانترنال ميديسن. ورا 3 سنين اخذ امتحان بورد واصير اخصائي بالانترنال ميديسن، اقدر افتح عيادتي، اقدر اخذ غير اختصاص مثلا سب سبيشاليتي حسب. ف إذا تقارن بالعراق أو بغير دول، أنت هوني راح تكون كلش كسب وقت بالنسبة لهالموضوع. يعني صح، يعني خلينا نقول السكور مالتك هم على USMLE راح يحددك بالتخصص اللي راح أنت تفوته. تمام صح، أكيد بالضبط. السكور له نقطة مهمة، الريسيرش له نقطة مهمة، سنوات التخرج له نقطة مهمة، كل هاي الأمور أنت تحاول تكون بيرفكت بكلتها. حتى إذا ردت سيرجيكال برانش، كثير راح تسمع إنه قال لك ها صعب سيرجيكال برانش، لا هو أصعب من غيره. يعني طبعا مثلا خلطك بس مثال، مثلا إذا أنت المستشفيات خلنا نقول تفتح لك 20 مقعد انترنال ميديسن، راح تفرها لك 3 مقاعد سيرجري، فلذلك السيرجري راح يكون تحصيله أصعب، فلذلك السيرجري راح يحتاج سكور يجوز شوية أعلى، ريسيرش أكثر، تتعب أكثر عليه لأنه المقاعد مالته أقل. يعني مو لأنه مثلا يقول لك أنه فلوسه أكثر أو أنه حياته أحلى، نوعه حتى السيرجري صعب، والسيرجري هم يعني حلو، الباطنية حلو، بس يعني كل إنسان له يعني اللي فضله هو. بس هاي الفكرة إنه أنت تحتاج قد ما السكور أحسن، أنت الأشياء تقدر تسويها، سكورك سنة تخرجك صغير تكون، publications research، إذا تحاول تسوي مثلا تشتغل بالولايات المتحدة بعيادات، هاي كلة الأمور هي اللي راح تفيدك بالمستقبل، لأنه أكو أمور أنت ما راح تقدر تغيرها، مثلا جنسيتك، يعني مثلا جامعة تخرجك، هاي أمور أنت ما تقدر تغيرها، هاي أمور سلبية بالنسبة لك. فأنت تحاول تغير الأمور تقدر تغيرها، تسويها كلش إيجابية بحيث أنه تقبل أنت بمكان نافس بينه الأمريكان نفسه.